كل الناس تكلموا لما طاح الاسترليني قالوا لازم الحين نروح نشتري علشان نستثمر، الحين هو طايح فرصة كبيرة انه يرتفع وبعدها حقق من الارباح الشيء الكبير. لكن اللي صار انه لازم نعرف الموضوع شنو. الموضوع ان صارت كارثة طيحت خسرت الاسترليني 7%، معناته لو انا مستثمر، لو انا الحين في السعر الحالي بشتري ب100,000 دينار لازم انتظر سنوات حتى تصير كارثة او يرتفع مرة ثانية السعر 7%، يعني من 100,000 راح اطلع 7,000 دينار. لذلك اعرف ما تكون مع سياسة القطيع، هذه سياسة ونظرية اقتصادية. فلذلك اعرف وين حاط فلوسك واعرف استثماراتك وين تنفعك بحالة واحدة، انك تروح هناك تتسوق تشتري، هذا اللي راح يفيدك فقط لا غير.